السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المشاهد واضحة، اللقطات واضحة، الحزن يخيم على جماهير السيتي، الدموع بدأت بالتساقط بالتأكيد، الحسرة، لا يريدون تصديق هذا اليوم، تصديق هذه اللحظة، هذه المباراة، هذا السيناريو، هذه الوضعية، كرة بتتحول، سيلفا يتقدم، سيلفا يمرر، زابالتا، الكرة إلى خارج الملعب، الكرة إلى خارج الملعب. سعيد، عطنا نتيجة اليونايتد يا سعيد. كرة بتتحول الآن عن طريق اللاعب سيلفا، عرضية عالية راسية، يعيدهم من بعيد، يعيد لهم الحلم، يجعلهم يصحون من هذا الكابوس، يستفيقون من هذا الكابوس. الكرة تصل من جديد مرة أخرى في الوقت بدل الضايع الذي يحتسبه حكم المباراة. 2-2، دوري يلعب بأعصاب الجميع، دوري يلعب بأعصاب الكل، سيناريو حتى اللحظات الأخيرة، يجعلك تتابعه حتى الثانية الأخيرة. انظروا إلى هذا المشجع، هذا الغضب الكبير، هذا التوتر، هذه اللحظات الأخيرة. السيتي يعادل عن طريق زيكو بكرة راسية، لكن لابد من هدف ثالث، لابد من هدف ثالث. كرة بتتحول الآن من جديد، ديونج يتأخر، ديونج يمرر، أجويرو بيرسل الكرة، محاولة تصل، أجويرو بيعدي، يا رب، مستحيل مستحيل، الحلم يتحقق، الحلم يتحقق، كان كابوسا، ما حدث كان كابوسا من الكيوبيار. السيتي بطلا للبريمير ليج في الثواني الأخيرة. يا له من سيناريو، يا له من أجويرو، كيف لا يرضى
يعود لليونايتد وحده بعد اليوم. زمن السيتيزنز المواطنون بالجنون بالهستيريا بالفرحة الجنونية بهذا المشهد يقتحمون الملعب. مبروك لكل جماهير السيتي بطلا للبريمير ليج بسيناريو ولا في الأحلام يحققون أجمل الأحلام أجمل الأحلام أغلى البطولات أكبر البطولات أكبر الدوريات. مبروك للشيخ منصور بن زايد آل الهيان المالك لمجموعة أبو ظبي للاستثمار. مبروك للسيد خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة. مبروك لكل جماهير السيتيزنز في كل مكان لكل أنصار السيتيزنز. مبروك للاعبين للمدرب نجحوا بشخصيتهم بجنونهم. سيكو يعدل أكويرو يفجر هذا الملعب ملعب الاتحاد ملعب الأمجاد ملعب الإنجاز ملعب البطولة ملعب حققوا في الانتصارات كومباني. هذا الكابتن إنهم بالتأكيد ينتظرون اللحظة التاريخية التي يرفع فيها كومباني لقب البطولة. يا لها من ليلة يا له من مشهد يا له من منظر. القمر الأزرق يسطع الضجيج يصل إلى كل إنجلترا. السيتيزنز أبطالا لهذا الدوري بمشهد وبسيناريو ولا في الأحلام حققوا أكبر أحلامهم. مبروك من الأعمار للشيخ منصور بن زايد. مبروك لمن يدعم هذا النادي ولمن يرتبط اسمه دائما بكل النجاحات وبكل الألقاب أينما تواجد. له من اسمه نصيب ولاسمه منه كل النصيب. مبروك للسيد خلدون المبارك دوري إداري كبير جدا في هذا الموسم. مبروك لكل الطاقم لمارشيني نجحوا حققوا الحلم استطاعوا اليوم بأن يصبحوا أبطالا. ارتفع صوتهم